أكد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في المشاريع التطويرية بمحافظة العاصمة وخاصة بالمناطق القديمة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مجموعة من مشاريع الطرق وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وكشف الوزير عن بدء الوزارة بتنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق في قرية السنابس، ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي 2019. وقال الوزير إن إجمالي طول الطرق التي سيتم تطويرها في المشروع تبلغ حوالي 23.5 كيلومترا طوليا، بالإضافة إلى تحسين التقاطعات الحالية.